ويسرني الآن أن أرحب بفخامة السيدة سوزان أكتوفو رئيسة سلوفاكيا. سيدة سوزانا كابتوفا، تفضلي سيدتي. أصحاب الفخامة، سيدات والسادة، إن الطقس القاسي هذا العام حول العالم يذكرنا أنه ليس فحسب الجيل المقبل الذي سيستشعر أثر الأزمة المناخية. على مدار وقت طويل تحدثنا عن السبب والكيفية، لقد حان وقت العمل الآن. نحتاج إلى تركيز متكافئ على التكيف مع الظروف المناخ المتغيرة، وكذلك تخفيف الآثار السلبية لأعمالنا على المناخ. بينما 90% من انبعاثاتنا يغطيها هدف الصافي الصفري، لكننا بعيدون عن النجاح الجماعي. إن الانبعاثات العالمية لا تزال تزداد، ومن غير الكافي أن تكون هناك غايات فحسب. علينا أن نحولها إلى خطوات وطنية ملموسة تقودنا إلى الوصول إلى الصافي الصفري. وبحلول عام 2030 سلوفاكيا سوف تقتطع انبعاثاتها بمعدل 55% مقارنة بمستوى 2005. ونحن ننضم إلى مبادرة عهد الميثان العالمية، ونحن نبدأ أيضا أكبر إزالة للكربون في اقتصادنا، وهذا سيقلل انبعاثاتنا من ثاني أكسيد الكربون على الصعيد الصناعي بحلول 40% بحلول عام 2030. ومن الواضح أن الأزمة الطارئة المناخية لن تنتظر انتهاء أزمة الطاقة الحالية. إن قصور النظر في الحلول مثل الانتقال من الغاز إلى الفحم سيسرع دمار هذا الكوكب. في سلوفاكيا نحن ملتزمون بخطوة لإغلاق محطات الفحم في العام المقبل على الرغم من أزمة الطاقة. علينا أن نتحرك بسرعة صوب الطاقة النظيفة ومصادر متجددة بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية. وأنا سعيدة بأن مواهبنا طورت حلول سوف تجعل استخدام هذه الطاقة ممكنة في أي مكان في العالم، وهذا أمر جيد للمناخ وللكوكب وبطبيعة الحال لأمن الطاقة. إن التحول الأخضر ليس سهلا ولا رخيصا، وسوف يؤثر على الضعفاء أكثر من غيرهم. البلدان الأكثر تأثرا تحتاج أكثر من دعمنا للتكيف. ومنذ اعتماد اتفاق باريس المناخي سهام سلوفاكيا في التمويل الأخضر ازداد بخمس مرات على الأقل. نحن ندرج التدابير المناخية في مساعدتنا المائية في أوروبا وإفريقيا وأسيا. وفي كينيا وحدها دعمنا 16,000 مزارع عن طريق زرع مليون شجرة كاجو من أجل إنتاج مستدام. ولكن الحكومات وحدها لن تعالج الأزمة المناخية. إن التمويل الخاص والمبتكر يجب أن يتدخل حتى يتحمل الجميع نصيبه العادل. أصحاب الفخامة، أصحاب السعادة، إن الحالة الطوارئ المناخية موجودة الآن، واقع. إن مستويات المحيطات ترتفع، ونحن نخسر التنوع البيولوجي بسرعة قصوى، وأزمة الغذاء العالمية بسبب التغير المناخي، والتي تفاقمت بسبب استخدام روسيا لصادرات الحبوب كسلاح تجبر ملايين من الناس على الخروج من ديارهم. وهذه الأزمات تدلل على ضعفنا جماعة. إن التزاماتنا الجريئة وكذلك التنفيذ السريع والأفضل للغايات المناخية يجب أن يكون علامة فارقة في هذا المؤتمر، علامة فارقة ستحول ضعفنا المشترك إلى صمود ومنعة مشتركتين. شكرا جزيلا.